أنا أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين تغروت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة. العملية تمت بناء على المعلومات واردة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين تغروت، مفادها وجود ماشية مسروقة بالمكان المسمى الجوهر. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل من طرف مصالحنا لذات المزرعة. بعد تفتيشها تم العثور على المشية المسروقة والاتصال بمالكها الذي تعرف عليها مباشرة، كما تم توقيف شخصين بالمزرعة ليتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرقاس دعلي لمواصلة التحقيق. وبعد التعمق في التحقيق تم تقديم الشخص الثالث، كما تم العثور على مفك العجلات المستعمل في الجريمة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. الوطني قاموا بتحريات في ظرف مجيز باش ترجع الماشية تاعي، ونشكرهم جزيل الشكر والاحترام والتقدير، والحمد لله.